يا رب انت اللي بتحل وانت اللي بتربط، يا رب تفك اسر ابني اللي يطلع قبل موت، يا رب تفك اسر اياد. نحن لا نخشى الظلام، ليس بالثانية والدقيقة، بالساعة واليوم، بالشهر والشهرين. وجع ما بيعرف طعمه الوجع، معاناة مجبولة بإرادة جماعية، يا إما نموت يا خلونا نشوف نور الحرية. 120 أسير مضرب، 80 بالمستشفى، والمعركة كانت قوية. بعد احتضارهم 63 يوم، الأسرى الإداريين فكوا إضرابهم عن الطعام، واليوم بدنا نعيشكم كيف كانت العزبات والأهات لأهالي الأسرى اللي داقوا الولات. في عبوين كان إلنا لقاء مع عائلة أصغر أسير كان مضرب، أحمد الرحيمي، ويلي كمان انضم له أبوه في الإضراب. الهم همين بغياب وتعب السندين. ابني الوحيد الله أعلم بحالي كيف كانت، مع أنه إله أبوه 14 سنة بالسجن. اتصل علي محقق بحكي لي انه ابنك حولناه اداري، معنوياته نزلت للارض. 28/4 اعلن اضرابه وهو وابوه. يا رنين القيد زدني نغمة توجي فؤادي. ذكريات ابوك تم اعتقاله وانت كنت صغيرة، ما شفتي ولا وعيتي عليه صح؟ لما كان عمري 4 أشهر اخذوه وما شفتوش، يعني مش يعني صراحة هلكت. أنا تعودت عبوي إنه في السجن، بس أخوي لما انسجن ما تعودتش عليه لأنه كان معنا وكان بالنسبة لنا كأبو وأخو في نفس الوقت. بيجي عبالي أحيانا أروح أضمه لما كنت أحكي معهم، كانوا يودعوني آخر يوم. حكيت لهم ما تضربوش، بس يعني بعدين حكيت لهم خلاص عادي زي ما بدكم. كل يوم بمضى بخاف أكثر على ابني وعلى جوزي، بحكي له الله يرضى عليك يما وطلعك بالسلامة، وأنا بستنى طلعتك هاي السنة إن شاء الله. كثير يما مشتاق لك، كثير كثير لأضمك على صدري. بقينا في رام الله وتوجهنا للطيرة، تحديداً لبيت عائلة الأسير عبد الرازق فراج. باسل تخرج بتفوق، بس لميس جوات قلبها نار. عبد له ما يقارب 8 سنين بالاعتقال الإداري. زي ما بتعرفي أنت الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة، بدون أي قضية، بحجة ملف سري. وهون الصعوبة في الاعتقال الإداري أنك أنت ما بتعرفي إمتى بتطلع. يا سجاني يا عتم الزنزاني، عتمك رايح ظلمك رايح، نسمة بكرة ما بتنسى. الوضع كتير 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 صعب. عملياً إحنا مش عم ناكل. إذا جيت تحطي إشي في تمك مش عم تنزل. في كل لحظة من اللحظات عم بتشوفي نفسه في الظهر، عم تطلع على كل الشغلات اللي هو عم بعمل اللي كان يعملها. هو بحب الزريعة. الوضع كتير أصعب منه، أصعب من إنك تتبقعي، أصعب من إنك تحسي. من جوا الزنزان سمعتك يا امي تناديني، يا موجة فؤادي يما هي حبة عيني. من جوا الزنزان سمعتك يا امي تناديني. احنا وصلنا لمرحلة، مرحلة اللاعودة ومرحلة الموت، انه ممكن تتوقعوا استشهاد اي واحد فينا في داخل الله. أنا بقول له إنك أنت قوي، عندك إرادة، إرادتك بتناطح على السماء، إنه كل شيء هون في البيت عم بيشتغلك. الفلة شقت لك وبدنا إياك ترجع ماشي على إجريك زي ما طلعت من هون، ترجع بالابتسامة اللي كانت موجودة على وجهك
إن شاء الله بترجع قريبا. مناجاة الأسير اليومية. دق يا قلبي عيشني يوم، طعميني يا هوى طعم النوم، فلسطين عشاننا أعلنتها انتفاضة شعبية. ألف باب وباية مي وملح بكباية، نجوع نجوع وفي الشركوع والكرامة تحلاية. ألف باب وباية مي وملح بكباية، نجوع نجوع وفي الشركوع والكرامة تحلاية. حرف الحاء حرية، حرية نصر وتحرير، نحنا معك يا أسير، عن أسرنا ما منتخلى واللي بده يصير. بالميدان وبالشوارع اللي شهدت هبات جماهيرية كنا مع الناشط الشبابي محمود حربات. مي وملح هي الذراع الإلكتروني لأضراب الأسرة، هي الذراع الإلكتروني اللي بتوصل رسائل الشعب الفلسطيني لكل العالم. مي وملح هي وصفة، هي مش طبخة، هي وصفة الكرامة. حتى هذه كانت عبارة عن التغريدات اللي تنطلق على تويتر وعلى الفيسبوك. مي وملح هي الإشي الوحيد اللي بتأخذه الأسير المضرب عن الطعام. قدي ممكن الشارع يحرك قضية الأسرة؟ الشارع هو البداية، الشارع هو النهاية. يعني أنت بتلاحظي إنه اليوم في إغلاق للمحل، المحل التجاري، وهذا إشي مهم. الإغلاق للمحل التجاري والرد الفعل، كيف الناس تتعاطى مع هذا الموضوع والشارع كيف بتعاطى مع هذا الموضوع، هو الأثر. مي وملح أطلقت قبل فترة Rage for Prisoners، هو تابع لمي وملح، فكان له تبع أساليب وأدوات في كيفية إنه كيف نصل ترند. وفعلا إحنا وصلنا ترند على منطقة إسرائيل. الأول كان في الأردن مرتبة ثانية، وكان في مصر مرتبة رابعة. 10,100 عد الشمس بهالغربان، همتنا هي هي مهما السجن اشتد وطار، زدنا عزم وحامين مهما زيدتوا الأسرى أوفر والمسكوبين، والسجن اللي في الصحراء أوفر والمسكوبين. وهلأ لوين رايحين؟ لمشروع شهداء؟ أظن بكفي بس نعد باليوم 50 و60. يا عالم هاي روح، هاد جسد، هدول بني أدمين المفروض محورية قضيتهم في صلب قضية فلسطين. لما جبروت محتل انعمت عدالة العالم قدام جرائمه، قاعد بيتفنن ليقتل إرادة بطل بيتنفس وطن، والوطن لنهاية الفيلم مستنيين. اتذكروا إنه بالمي والملح اختار يا حرية كرامة شعبه، يا يتكفن بعالم بلاده. بإيدكم القرار. لحلوة يا دنيا. زينة صندوقة من مدينة رام الله.